إلى ذلك وقع إعلام نظام الدوحة في شر فبركاته الإعلامية مجددا، وواجه إحراجا كبيرا على المستوى الدبلوماسي، فقد نشر إعلام نظام قطر صورا لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وهو يحمل وشاحا مؤيدا لنظام الدوحة، ليقابله نفي قاطع من مستشار الملك المغربي الذي أكد أن الصورة فبركة واضحة، ما أدى إلى ارتباك رسمي قطري وإحراج دبلوماسي وإعلامي.